أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام بكل خير وصحة وعافية وبركة. أسعد دوما بلقائكم الأسبوعي في هذه المساحة الإعلامية الصحية التي نشارك وإياكم كل مستجدات الصحة في الجزائر أو خارج الجزائر. اليوم تلفزيون الجزائر والصحة في أو شريان الصحة ستشاطركم هذه الحصة بخصوص تجسيد الاتفاقية الإطار بين الجزائر وموريتانيا في مجال زراعة الكلى، إذ أجريت أولى عملية زرع الكلى بموريتانيا الشقيقة من قبل فريق طبي مشترك للبلدين. ما هي المحاور الأخرى التي سنسلط عليها الضوء اليوم؟ سنجيب وإياكم مع ثلة من الخبراء من الجزائر وموريتانيا. دعوني أرحب بهم باسمكم. أهلا بك البروفيسور عبد اللطيف سيدي علي، وأنت مختص في أمراض الكلى وكذا رئيس المجلس الموريتاني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. أهلا وسهلا. من باتنا التقينا في استوديو التلفزيون الجزائري. شكرا. مرحبا بك. وتجسد إذن البرنامج صح في أي شهر؟ شهر في شهر جوية، شفان جوية الحمد لله، أول زرع كلى في موريتانيا الحمد لله مع فريق جزائري وموريتانيا الحمد لله. تبلغ فتاة تبلغ من العمر 24 سنة وتجوزها دونير عنده 30 سنة الحمد لله. زينبو سنتصل بها لاحقا، لكن دعني أيضا أرحب بالبروفيسور مختار مبالا، وهو مختص أيضا في جراحة الكلى وعضو بالمجلس الموريتاني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تشرفت اليوم. شكرا على التلفزيون الجزائري على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عن الفرح والمشاعر لإخوتنا الجزائريين والإخوة الجزائريين، وخاصة الفريق الطبي الذي يشاركنا في هذا العمل الجبار، العمل الذي يتواصل إلى الأمام والقادم أفضل، أليس كذلك بروفيسور حسام الدين وغلانت؟ وأنت رئيس مصلحة جراحة وزرع الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي بباتنا. بارك الله فيك أخت وهيبة. أشكر التلفزيون الجزائري وأشكر والشكر الخاص لك وتحية عطرة للمشاهدين الكرام، وأشكر إخوتي الأستاذ مبارلة والأستاذ سيدي علي اللي قاموا يعني بالتنقل إلى الجزائر لإجراء هذا اللقاء. ومعنا من موريتانيا الشقيقة زينبو. أهلا وسهلا بك سيدتي، هي التي استفادت من عملية زرع الكلى من قبل الزوج أو الشقيق أخ الأخ. أهلا بك سيدتي، مرحبا بك زينبو. مرحبا بك. مرحبا بك. أنا زينبو اللي عملت عملية زرع الكلى في موريتانيا. أنا مستقبلة زينبو. مرحبا بك زينبو، تكلمينا كيف كانت يعني العملية؟ راكي مرتاحة بخير؟ ما شاء الله. أشكر الدورتين الجزائرية والطاقم الجزائري والدورة الموريتانية والطاقم الموريتاني على الجهود الموفقة التي بذلوها، وكما أشكر الرئيس محمد الشيخ الغزواني على الدور الهام الذي قام به في هذا الجهد. وقد أجريت العملية بظروف جيدة وحسنة، وقد انتقلت من معاناة التصفية بفضل الله وجهودهم إلى حياة جديدة أفضل، وأنا الآن في صحة جيدة ولله الحمد. وأشكر الدورتين الموريتانية والجزائرية، وأشكر جميع العمال والطواقم الجزائرية والموريتانية وكل القطاعات الصحية. نعم. كما أشكر أخي الذي ضحى من أجلي وتبرع لي بكليته. طبعا. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكل من شك في نجاح العملية فقد نجحت بفضل الله ومرت الأمور بسلام ولله الحمد. الحمد لله. زينبو كم أنتم أيضا على الاتباع، كم يعني كان الوقت لعملية تصفية الكلى؟ يعني شحال من وقت وأنت تعملي عملية التصفية؟ منذ عام. سنة ونص. صعبة يعني، كانت صعبة. كانت الظروف صعبة، كانت معاناة التصفية صعبة.
والحمد لله بفضل الله انتقلت الى حياه جديده الحمد لله، وانا الان في صحتي جيده. نعم، وانت اليوم تتناولين الادويه وكل شيء على ما يرام؟ الحمد لله كل شيء على ما يرام، الامور بسلام الحمد لله، مرت بسلام الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله تشفين وان شاء الله نلتقي هنا بالجزائر او في موريتانيا الشقيقه. شكرا لك زينب، وما احلى يعني هذه الشهاده، شهادة حية للمستفيدة من عملية زرع الكلى، يعني حياة تتغير كلية نهائيا. هذا برنامج مهم وهذا بدلنا حياتها نهائيا. إنسان صفي عنده لياي ماشين تتلى فيه 6 مرات الأسبوع، نعم، عندها 24 سنة شابة صغيرة، ولكن ترجع للحياة عندها شي من الدواء تاخذ من كل يوم على الصباح، برات كومبليتوم. الزرع الكلى مش سي با ان تكنولوجي ولا ميديسين دو بوينت، هي سي ان بروجي سوسيتال كي كونسيرن توس. صحيح، مشروع طبي مجتمعاتي يصنع الفارق. بروفيسور مغلنت، هي زراعه هي ترفع مستوى الصحه في اي بلد نحو الأعلى. يعني أي بلد توصل إلى عملية الزراعة يعني المستوى الصحي فيه ارتفع إلى مستوى جيد جدا، نعم، ونقدر نقول ممتاز. ولكن لازم فيه عدة عوامل لينجح هذا النوع من العمليات. أول عامل هو الإرادة السياسية، طبعا الإرادة السياسية. احنا شهدنا في هذه الشراكة الحمد لله إرادة سياسية عظيمة من بين طرف رؤساء الدولتين. صحيح. والأجهزة الممثلة للصحة اللي هي وزارتي الصحتين ومجلس زراعة الأعضاء بموريتانيا والوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء بالجزائر. نعم. لكل من مقامه وكل من يعني من مسؤوليته أعطى الشيء اللازم لإنجاح هذه العملية، والحمد لله. وكان حلم يعني وتحقق. كان حلم وتحقق، لأنه كنا تلاقينا مع الإخوة الموريتانيين في مؤتمر إفريقي لجراحة المسالك البولية في تونس، شقيقة تونس، وكنا تحدثنا عن هذا المشروع منذ يعني سنتين قبل، ومن بعد نقلنا إلى موريتانيا في مؤتمر مغاربي في نواقشوط، زدنا يعني تحدثنا أكثر في تفاصيل هذا البرنامج. والعرض كان تم عرض هذا المشروع للوزارتين الوسيطتين، اللتان قامتا يعني بتوصيات الرئيسين بإنجاح هذا المشروع يعني في وقت قياسي. نعم. بروفيسور مبلا، عندما تتوافق الرؤى السياسية تستفيد الشعوب، والمثال الحي اليوم زينب، وكانت الأخرى أيضا فتاة أجريت لها عملية الزرع بولاية باتنا، وكنا التلفزيون الجزائري حاضر وغادرت الجزائر واليوم بصحة جيدة. تستفيد الشعوب. احنا عندنا هذا البرنامج، عندنا في موريتانيا 1200 مريض مصابين بالفشل الكلوي، وهذا ليست أول إجراء تقوم به الدولة الجزائرية. أول تصفية في موريتانيا من فريق طبي جزائري. صحيح. هم قاموا بتكوين أخصائيين أمراض كلى 1996. أول عملية تصفية. قبل قبل 1996 كانوا المرضى الموريتانيين يمشون للخارج ويسكنون في الخارج بعيدين عن الأهل. بعد الحمد لله 1996 في تدخل من الدولة الجزائرية الشقيقة، جزاها الله خيرا، وبدأت بالتصفية بإجراءات وتكوين الأطباء الأخصائيين، والآن الحمد لله وصلنا للعلاج النهائي للفشل الكلوي بجهود جبارة من الدولة الجزائرية. فالمهم توافق الرؤى مهم، يعني تصب في مصلحة الشعوب. بالطبع احنا نعتبر الدولة الجزائرية دولة سند لموريتانيا، ليست في مجال الصحة وحدها، في جميع المجالات. هناك طريق
يربط الآن بين موريتانيا والجزائر، سيكون له ما له. الحمد لله بدو روابط كانت موجودة، الروابط تجسدت أيضا أكثر تجسدت قرب الروعة. بروفيسور تفضل. نختار نقول مسألة مهمة، لاش الجزائر؟ هذا مهم، حق دولة شقيقة أخواننا، ولكن في هذا المجال أول سنتر مركز زرع الكلى في أفريقيا هي باتنا. باتنا في 10 سنوات عدلوا تقريبا 800 زرع كلى، ما في أي دولة أفريقية ما عدلتوا. معناها أن ليه نقصنا نحن الجزائر، نقصنا باتنا؟ ليس لم يكن الاختيار هكذا عشوائي، ولكن اختيار تجربة. نعم. تجربة مؤسس. أحسن تجربة في إفريقيا. وكل الدول الإفريقية اليوم، أنا ممبر الكوميتي إكزيكتيف الاتحاد الإفريقي لأمراض الكلى، كلهم عندهم يختلف، عندهم يجبروا علاقة مع يعدوا شراكة مع أطباء الباتنا باش يقدوا يديفلوبوا زرع الكلى في 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 موريتانيا. عندنا كيف قال البروفيسور مختار مبال، عندنا تقريبا 1200 شخص يصفوا التصفيه دائما. مشكله التصفيه ما هو الحل الوحيد، وعندنا نسبه لاج مويان لي باسيون 45 سنه، يعني شباب شباب. وكل تصفيه ساكوت طبعا تكاليف، تكاليف على الدوله 25 ألف يورو للسنه. صحيح. وحد زرع له كلى يتم يتكلف له 5000 يورو للسنه، الفرق كبير كبير. لا يترجع انسان كان عنده على عنده ما عنده كان مريض تاكي، لا يترجعه في الحياه الطبيعيه، يرجع لعمله. طبعا الكل يستفيد، الكل يستفيد طبعا. معناها هذا البرنامج مهم، هذا هو السبب. عنده ابعاد مختلفه. نعم. هذا هو السبب مشينا لالجيري، ونحن متاكدين ان نحن اول اكزامبل في افريقيا بلي لا كوبيراسيون سود سود اليوم هو اللي يعطي قدمنا. صحيح. افريقيا في اطار التحديات التي نعيشها اليوم، احنا فهمنا الشيء في افريقيا اليوم ان يعطينا احنا التعاون بيناتنا باش قد في 2023 الجزائري معدله 283 تقريبا زرع كلى في السنه. لا ما في اي دوله في افريقيا المجاوره تخطين 40-50 بالسنة. معنا جينا للجري بنعرفوا ليش ومشينا، كي قال البروفيسور حسام اخبار الإرادة السياسية مهمة. اللي ما فهم إرادة سياسية ما يقدر يقدم شيء. طبعا حاولنا، جينا في فيفري 2024 جينا مع السومي دي غاز هنا في الجزائر، قمة الغاز. صحيح. قمة الغاز جات الوزيرة الصحة الموريتانية. صحيح. معنا جيت معها هنا، كان هنا الرئيس الموريتاني ورئيس الجزائري، وخلق اتفاقين، خلق اتفاقية بين الوزارتين، وخلق اتفاقية بين لاجانس ناسيونال دي غريف الوكالة الوطنية لزرع الأزهار في الجزائر مع الوكالة الموريتانية. وهذا الاتفاقية كان ماشي على أربع خطوات. الخطوة الأول وان ان يمشوا جراح اطباء جراحه بور انفورماسيون في باتنا، تكوين. لا ديسيم ايتاب، ايتاب الثاني مع الثاني ان نزرعوا اول مريض موريتاني في باتنا. وقد اجريت الاول اجرات في مواد جوان مشاو في باتنا خلق ست جراح، ست زرع كلى في 4 ايام. صحيح. منهم موريتانيا، كوب الموريتاني الحمد لله سكسي 100% تبارك الله ما شاء الله. وكان معنا اطباء جراحه موريتانيين مع جراحه اطباء في باتنا الجزائري. و لا ترويزيام ايتاب، المرحله الثالثه هو ان الوكاله الجزائريه واطباء باتنا يجوا لنواكشوط باش يشوفوا الوضعيه في موريتانيا. نواكشوط كان قد يستحق قد عدلوا زرع الكلى في موريتانيا، تقييم الوضعيه. جاوا في نواكشوط وعدلوا الفيزيت في ليزوبيتو، وقررنا ان نعدلوا العمليه في مستشفى القلب بنواكشوط. مستشفى كبير يعدلوا جراحه القلب من سنوات.
وقررنا أننا نعدلوا أول زرع في نهاية جويه هذا ويوم 26 جويه إن شاء الله عدلنا أول زرع كلاف موريتاني وإن شاء الله هذا بداية بها لا كونتينيتي إن شاء الله في أكتوبر عندنا 3 ولا 3 ممكن نبيلا نشوفوا بعض الصور صور اللي تعكس يعني إجراء أول عملية زرع في موريتانيا بروفيسور حسام الدين وغلانت هذه أول صورة هذه لما انتقلنا يعني فريق طبي وجراحي من مركز الشفاء الجامعي باتنا وأعضاء من الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء الجزائرية انتقلنا إلى موريتانيا وقمنا ب يعني تنقل و يعني تقييم للمستوى يعني القابلية للمستشفيات نواقش الإجراء هذا النوع من العمليات وتم اختيار المركز أمراض القلب بنواقشوط اللي هو مستشفى جد رائع جد مجهز جد مجهز كان معنا الأستاذ شاوش هو أستاذنا اللي علمنا هو أول من قام بعملية زراعة كلى هنا في الجزائر في 1986 الجزائر عندها تاريخ في هذا المجال وكان هو اللي علم الفريق في المركز الشفائي الجامعي في باتنا ولحد اليوم نتعلموا معاه لأن أستاذنا تنقل معنا وعطى رأيه وكنا الكل يعني متفقين أنه أحسن مكان لإجراء أول عملية لأنه لازم تعطيها يعني أقصى حد من الـ من الـ دقة الأسيرانس يعني الأمان لتأمين هذه العملية لأنه مش عملية سهلة دقيقة وهناك بلدين طبعا الجزائر وموريتانيا يعول عليكم كثيرا معول على هالفريقين هنا كنتم تتناقشون أيضا هذا هنا مع مدير أستاذ في جراحة في أمراض القلب وهو مدير مركز أمراض القلب بموريتانيا اللي يعني استقبلنا استقبال جيد وكان الفريق جاهز وكانت يعني كل ظروف ملائمة مش هذا يعني أنه ما كانش مستشفيات أخرى في موريتانيا يمكن فيها إجراء هذه العملية ولكن لين قلت لي للتأمين أحسن مستشفى كان أمراض القلب ماذا وجدتم في هذا المستشفى الذي جعلكم يعني توافقون بالأغلب أن يكون هو مستشفى يعني ذو معايير عالمية ومستشفى اللي تجرى فيه عملية قلب مفتوح هو مستشفى يعني جد مجهز يعني كانت الأمان موجود يعني قيمنا وقمنا يعني باختيار المكان وتجهيز أول زوج لمعطي وآخذة في موريتانيا هنا كنا في مجلس مركز مجلس زراعة الأعضاء والأنسجة الموريتاني وين الأستاذ سيدي علي عبد اللطيف أعطانا يعني تاريخ الشراكة بين الجزائر وموريتانيا وكما تفضل وقال هذه الشراكة قديمة وجديدة يعني في عدة مجالات وفي مجال الصحة وفي مجال أمراض وزعة الكلى الجزائر كانت يعني عاونت أختها موريتانيا والفريق الطبي الجزائري عاون الفريق الطبي الموريتاني في 1996 لإجراء أول عملية تصفيه حتى بروفيسور ميسوم اللي نسلموا عليها أيضا النشيطة حيوها بروفيسور ميسوم هي رئيسة قسم أمراض الكلى بالمركز الشفائي الجامعي باتنا واللي قامت بعمل جبار سواء بالنسبة للزوج الأول اللي تم إجراء عملية زرع كلى له في باتنا المركز الشفائي الجامعي باتنا قبل هذا حيث قامت تجهيز هذا الزوج اللي نشاهدوه هنا في مدة أقل من 15 يوم لأنه صعيب جدا أنك تجهز معطي وآخذ في 15 يوم ولكن كان لازم نقوم بأول عملية زراعة كلى لموريتانيين في باتنا مع يعني البرنامج المسطر وبحضور أشقائنا الموريتانيين في باتنا التزمتم فوفيتم بالعهد والحمد لله الحمد لله نعم إذن كانت التحاليل التي أجريت للمريضة هناك بنواقشوط يعني كانت سهلة العمل أم كانت هناك تعاون بين البلدين هو التعاون كما تفضل وقال ثاني سابقا الأخ والصديق سيدي علي عبد اللطيف هو التعاون في مجال زراعة الكلى لأنه هذا المجال جد دقيق ويحتاج يكون عندك مخابر مهيئة صحيح وأدوية و
مراكز أشعة مهيئة، لأنه احنا اتخذنا الإجراءات اللازمة باش نقول لك لتأمين أول عملية. يعني تم تحضير الزوجين، الزوج الأول اللي تم إجراء عملية زراعة الكلى له في باتنا، والزوج الثاني اللي تم إجراء عملية زراعة الكلى له في موريتانيا في الجزائر. نعم. بمعهد باستور، بمعهد باستور، لأنه هو معهد احنا يعني مرجع. اشتغلنا معه مرجعي. نعم. في الجزائر. نعم. واشتغلنا معه على المستوى الإفريقي والعربي. الحمد لله. نعم. اشتغلنا معه منذ 10 سنوات. نعم. لأنه احنا في باتنا بدينا عمل زراعة الكلى من 2014. نعم. إلى يومنا هذا احنا نعمل بشراكة مع معهد باستور، والحمد لله إلى يومنا هذا. نعم. ما كان حتى مشكل يعني شفناه في 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 مجال التحليل هذا. نعم. تحليل تاع التوافق النسيجي. نعم. بين المعطي والآخر. نعم. وبالتالي تمت الاستعانة به، تمت الاستعانة بهذا المخبر اللي هو اللي قام بإجراء التحاليل، تأكدنا من التوافق يعني تقريب شبه التام بين المعطي والآخر، يعني الاختيار كان موفق في في المعطي اللي ناخذ من عنده الكلية. نعم. المتابعة كانت يعني بشراكة بين الأستاذ سيدي عبد اللطيف فريق تاع أمراض الكلى والبروفيسور ميسوم، لأنه عندها خبرة في هذا المجال. في البداية يعني الزوج بقى في الجزائر مدة شهرين. هو يعني كانت شهر تكفي، لكن هما يعني فضلوا أنهم يبقوا أكثر لأنه يتأكدوا 100% بأنه يقعدوا في باتنا. هو على ما يرام. لا الحمد لله. الزوج اللي عمل عملية في باتنا شفتوه بروفيسور؟ على ما يرام. على ما يرام. ما شاء الله. على ما يرام. ما شاء الله. قوي ما شاء الله عليهم الحمد لله. كل شيء على ما يرام. والأدوية بروفيسور سيدي علي عبد اللطيف، قلت قبل الحصة أنه حتى في مجال البروتوكولات الدوائية أو العلاجية هناك يعني بند في محور الاتفاقية الإطار ينص بالتعامل مع موريتانيا والجزائر. صح. بهذا الموافقة عام، مش أنت مشكلة تجراحة مهمة، ولكن هذا بداية. نعم. مسألة مهمة هي التكوين، ونحاول كان نوفروا أدوية لمرضى كلهم في موريتانيا. عدلنا موافقة مع شركة جزائرية. مع كاميك، شركة موريتانية، شركة صيدلية مركزية، صيدلية مركزية للدواء في موريتانيا تابعة لوزارة الصحة. نعم. باش يوفروا الأدوية للزرع الكلى لكل مواطن موريتاني مزروع الكلى، يسوى مزروع الكلى في موريتانيا ولا في الخارج. نعم. يرجع عنده حق ياخذ الدواء مدى الحياة. نعم. هذا من مشاكل وزارة الصحة الموريتانية. نعم. وزارة الصحة وفرت هذا الدواء. نعم. باش يعود غراتوي فور تو لي باسيون ترانسبلانتي موريتانيا. يسوى بس كانت عندنا ناس زرعوا في تركيا، زرعوا في بلدان أخرى في مصر. نعم. ولكن ما كان عندهم الدواء، كان لابد أن يمشوا الناس في الخارج باش يجيبوا الدواء. نعم. برك ليوفروا لهم هؤلاء ميديكامان كاملين، وهذا إشياء مهم. نعم. مهم. المسألة الثانية هي التكوين نحاول كان نمشوا البيولوجيست في انستيتي باستر، باسكو انستيتي باستر من ريفيرنس طبعا افريكان. طبعا. يمشوا الناس في تكوين البيولوجي في الاناتوم باثولوجي لاناباتس. عندي لك واحدة من أخصائي الكلى يجي هنا تقضي 6 أشهر إن شاء الله هنا لنبات، وفي بيولوجي، ونحاول مولي في هذا سنتين في ماشي مع البروغرام بين باتنا وموريتاني لا يتم أطباء جراح موريتانيين. نعم. يمشوا شهر في باتنا، وحسام وسونيكيب شهر يجوا المكشوط. نعم. باش مدة سنة ولا سنتين يعود ليكيب موريتانيين يعودوا اوتونوم مستقلين. نعم. يعني هذه الاتفاقية عندها عديد المحاور بروفيسور، يعني ليس فقط في الجراحة ولكن في الأدوية، التكوين، يعني اتفاقية منظمة. هذه اتفاقية منظمة واتفاقية الحمد لله ستفتح كثير من الأبواب. نعم. احنا السوق في موريتانيا في الأدوية، أنا كجراح أظن أن لم نكتشف السوق الجزائرية، لم نكتشف إخوتنا الجزائر، والآن بعد هذه الاتفاقية بدت
البوادر يعني. نعم البوادر من المواطن، من الأطباء، من الموظفين، من بدوا يكتشفون الجزائر. أنا مثلا عندنا في موريتانيا مثلا الصيدلية اللي تكلم عنها تأخذ دواء من مخابر الأوروبية، وإحنا عندنا مخابر جيدة في الجزائر. نعم. لماذا؟ نعم. لماذا تأخذ الأدوية من هذا من أوروبا؟ من الاتفاقية هذه، من مخبر هذا اللي جاب الأدوية لزرع الكلاب، الصيدلية المركزية ستقوم معها باتفاقيات يأتي بها بأدوية أخرى. دونك هذه هي الاتفاقية تفتح أبواب كثيرة للموريتانيين الحمد لله، والشعب الموريتاني يحس أن الإخوة الجزائريين يحبونه، والدولة الجزائرية تحب موريتانيا، ويحبون يرون موريتانيا من الدول المتقدمة. موريتانيا شعبها يحبوه معناها الجزائريين، ديما الطلاب اللي جاءوا للجزائر يقولون راهم الجزائريين يحب يقوم يقدرون الشعب الموريتاني ويحبونه كثيرا. طلاب أصبحوا مسؤولين اليوم أيضا في موريتانيا، ليس كذلك؟ موريتانيا الآن 70% من الإدارة، 70 ولا 60% من الموظفين الإدارة خريجين جامعات الجزائر. والله هما مهم عندهم هذا البرنامج، مهم عندهم هذه العلاقة مع الجزائر. تلاقوا مع الديليغاسيون الجزائريين اللي جاوا في نواكشوط، تلاقينا في هو يعني الحمد لله، يعني نقول احنا بالدرجة قاموا بنا، يعني تلاقينا يعني استضافة يعني رائعة في موريتانيا عند الأشقاء، سواء من ناحية الناحية الرسمية، ناحية رسمية في وزارة الصحة، تلاقينا في هذاك الوقت الأمين العام، المدراء المركزيين كلهم خريجي الجامعات الجزائرية، وكانوا يعني جاتنا جمعية لخريجي الجزائر تضم 15,000 إطار سامي في الدولة الموريتانية، من بينهم 8,000 غير في نواكشوط فقط. اتصلوا بنا وتلاقيناهم، وكان يعني كانوا جد مسرورين بهذه الشراكة، وقدموا لنا كل الدعم، ويعني هذه الشراكة هذه زراعة الكلى فتحتنا مع هذه الجمعية يعني آفاق لشراكات أخرى في عدة مجالات، من بينها سرطان البروستات اللي الجزائر قطعت شوط كبير فيه، سرطانات الأخرين في إطار الحديث. نعم. يعني لازم يتم تجديد هذا عن طريق الرسمية. نعم. هناك آفاق كثيرة في مجال الصحة فقط، حتى في مجال زراعة الكلى كانت عن طريق لقاء عادي. نعم. لقاء عادي يعني خذينا يعني جلسة. نعم. حميمية وأخوية. نعم. هي اللي سطلت الطريق لهذا الشراكة. احنا للأمانة 2016 يعني بدنا بالتفكير في المشروع. دكتور عبد اللطيف في فرنسا يتكلم عن الزرع الصحي في موريتانيا، وكل الأطباء الزرع الصحي في موريتانيا، وذهبنا لمصر. جاء التفكير في السودان، دول السودان، بعد دراسة بعد دراسة أتينا لمؤتمر في تونس، أتى البروفيسور حسام قدم التجربة الجزائرية، ولاحظ الإخوة الجزائريين ما يهدروش على خدمتهم. ما يهدروش صحيح. كانوا يخرجوا خدمتهم تعود إفريقيا الكل هون يجيهم ما يخرجوش خدمتهم في الدول الأخرى. هذا مشكل بروفيسور، هذا مشكل جزائريين. والأستاذ حسام جاء قدامنا بكل تواضع، عملنا 800 عملية زرع كلاب بسيط. أنا في أستاذ تونسي، أستاذ محترم من المساك المولية، قلت له احنا عندنا برنامج في زرع الكلى، قال لي اه وعندك باتنا اه وبحذاك اه وبحذاك جاركم قال لي ما عندهم حتى متقدمين جدا قاعدين في افريقيا. معناها من الوقت هذا بدأت الفكرة انه الحمد حتى لله حتى اثمرت اليوم. ايوه ان الجزائر الحمد لله متقدمة في الزرع. لولا هذا المؤتمر، لولا تقديم أستاذ حسام، يمكن يعود دكتور. نعم. كان عنده فكرة أكثر مني، لكن أنا بعد أول
ما أول ما 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 شفت التجربة الجزائرية في المؤتمرات. نعم بروفيسور تفضل. جست أخبار الموافقة بين موريتانيا والجزائر خليك كنت مرة قلت لي فهم دي دو كونفنسيون خليك الكونفنسيون لارج بين وزارتين واسعة بين وزارة الصحة الموريتانية وزارة الصحة الجزائرية هنا في ألجي. نعم صحيح مهمة. تضم محاور أخرى وهذا اكزاكتومون صحيح عندنا اخبار لا كانسيرولوجي اخبار لي ميديكامون اخبار لا فورماسيون اجان جينيرال اخبار لا جيستيون اوسبيتاليير عندنا عده مجالات اخرى. نعم الاسبوع الماضي خلق اجتماع كنت مع الوزير الصحه الموريتاني بروفيسور ودي اجتماع مع اجبرنا لقاء مع سفير الجزائر مع السفير الجزائري وتكلمنا عن اخبار البرنامج الموافقه باش يفهم مثلا بلاص بلان داكسيون باش يقدوا ورقه الطريق لتجسيد المحاور الاخرى الاخرى في اطار الاتفاقيه الموسعه. صحيح صحيح. اليوم اذا حتى السلطات العليا في موريتانيا ثمنت هذه الخطوه حتى تلقى السيد الرئيس الموريتاني إلى هذا المركز حتى يتفقد حالة المريضة. نعم هذا ينعت الإرادة السياسية إرادة سياسية مهمة في هذا. والحمد لله جبرنا لقاء الرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ محمد غزواني جاء عندنا عقب العملية بس وخذنا الإعلام نهارين عقب العملية. نعم نعم. وجاء عندنا هو نفسه والتلاقى مع الفريق. الفريق الطبي الموريتاني وفريق الطبي الجزائري ونزا فيليسيتي وقال عن هذا مسألة الأولى عنها هي ان بروجي بريسيدنسيال على مهمة. المسألة الثانية مشروع رئاسي رئاسي. نعم. ومسألة مهمة أخرى عن هذا من علاقة خاصة عنده مع الرئيس الرئيس عبد المجيد. نعم. وأظن بعد ساعة ساعتين اتصل على رئيس تبول و لا ريمارسي في هذا لاكسيلاراسيون رابيد دو بروجي خليك في 14 شهر. 14 شهر على ما دي مارس انا سني ما دي جوي علينا اول عمليه على هذا مهم. صحيح بروفيسور فالين. والله هذه يعني كانت لفته مهمه يعني وصرت قلوبنا انه السيد الرئيس الغزواني على الرغم انه كان جاي من باريس كانت عنده التزامات كان في افتتاح الالعاب الاولمبيه بباريس وكنا احنا مش متاكدين باللي راح يجي لكن اصر انه يجي ويشكرنا ويشوف يعني بام عينيه الزوج الموريتاني اللي تمت لهم عمليه زراعه الكلى في نواكشوط وتم استدعاء الكوبل الموريتاني يعني الزوج الموريتاني اللي تم اجراء عمليه زراعه الكلى لهم في باتنا زاد هما والعائله تاعهم يعني وشكر الفريقين على المجهود الجبار اللي داروا فيها في وقت وتكلم عليها يعني بكل وضوح قال لك يعني في الشراكات هذه على العموم تاخذ وقت باش يتم تجسيدها لكن هذه المره قال يعني تلقيت وعد من الرئيس واخي قال بالكلمه اخي ويعني رئيس للرئيس عبد المجيد تبون وقال الان راح نخرج وراح يعني نتصل به ونشكره على سرعه يعني التجسيد وكما كان الحال يعني خرج ربع ساعه اتصل به بعد نصف ساعه خرج البيان في رئاسه هذا الجمهورية. ما تحتاجه الشعوب العربيه صحيح. الافريقيه في إطار ما نعيشه اليوم من تحديات كما قلت سابقا بروفيسور يعني التكتلات الإقليمية في عديد المجالات يعني تحتاجها شعوبنا يعني بكثير من السرعة والاستعجال حتى تحسن حياتها في كل المجالات. يا أخت وهيبة احنا فيه تقارب من المستوى المعيشي مستوى الوسائل بيننا وبين يعني الإخوة والأصدقاء الجيران. نعم. موريتانيا تونس. نعم. كل لأنه تلقينا يعني مؤخرا طلبات رسمية من مالي سينيغال كوت ديفوار نيجر طلبوا أنهم يكون تعاون. أنا نتكلم على المجال تاعي هو مجال زراعة الكلى.
لأنه شافوا الشراكة هذه والنجاح يعني السريع يعني كل يأملوا أنه يكون شراكات أخرى. وأظن أنه هذه الشراكة هذه يعني هي الشراكة جنوب جنوب. هو السيد وزير قبل وزير الصحة قال له ما كانش جنوب جنوب، قال له إحنا إخوة ما ناش جنوب جنوب، يعني موريتانيا والجزائر هي إخوة. مي يعني كنت كلمه استراتيجيا لازم تكون هذه الشراكات لأنها أول المسافة قريبة، ثانيا يعني الثمن لأنه لازم تكلموا على الجهة يعني التكاليف الجهة الاقتصادية نتاع الصحة يعني الجانب الاقتصادي للصحة كما تفضلوا قال الأخ سيدي علي عبد اللطيف. أنا عندي الأرقام تاع فرنسا، فرنسا عملية الدياليز تصفية الدم يعني ثمنها بالنسبة للحكومة الفرنسية 89,000 يورو. السنة الأولى من الزراعة هي أثمن سنة ولا أغلى سنة لأنه فيها تحاليل فيها أشعة فيها عملية ويعني ثمن العملية جد باهظ وفيها يعني استشفاء في العناية المركزة، استشفاء في المستشفى بعد متابعة لمدة سنة، فيها أدوية، هذه كلها قيمتها هي 86,000 يورو السنة الأولى. يعني الربح كيشوفوا 89,000 يورو و 86,000 يورو ربح 3,000 يورو. هو الربح صحيح هو بعد السنة الثانية، على المدى، السنة الثانية على المدى الطويل راح يعني تنزل تكاليف الزراعة إلى أقل من 20,000 يورو في فرنسا. يعني يربحوا في الزراعة الواحدة 69,000 يورو للمزروع للسنة، للمريض للسنة. شيء هائل يعني كنت كلموا على الاقتصاد الصحي. شيء هائل هائل. إذن ينتقل فريق من بلد إلى بلد ويجري عملية تكلفتها بالنسبة لعملية زراعية يعني ما لا تساوي ما كانش بالنسبة لي وش يربحوا هذا البلد. وحتى اختيار ربما الجزائر ومركز بيتنا من حيث أيضا ناهيك عن عمق العلاقات والأخوة بين البلدين، يعني حتى أنه فيها أيضا مسألة اقتصادية مهمة مقارنة باختيار بلدان أوروبية أو بلدان أخرى. بروفيسور صحيح، فهم ان امباكت ايكونوميك مهمه بين في هذا المجال، في مجال اختيار الجزائر. هذه اختيار نقول مساله مهمه. انا قريت في فرنسا وخدمت في فرنسا مده 15 سنه، ورجوعي في موريتانيا شفت عن قلت لا ازرع الكلى لا مش ممكن. احنا هكذا قال الزميل يعني في البدايه ممكن. كنت ودين يجيبوا ناس من فرنسا الاطباء يجيو لنواكشوط يشوفوا يقولوا لا 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 انتم ما عندكم لي مويان دو فير لا ترانسبلانتاسيون لا موريتانيا. اول مره نجي في باتنا انصدمت نوع الصدمه لا يقولوا الفرنسيه ديميستيفي ديزون ديميستيفي الزرع الكلى. عدلوا لي 6 زرع في 4 ايام تخرس. انا مش جراح، انا اخصائي كلى، لكن دخلت بلوك تشوفهم عندهم ان اورغانيزاسيون تبارك الله ما شاء الله اكسترا اوردينار. تنظيم محكم، تنظيم اكزاكتومون. وفي حقيقه موريتانيا يباتنا ما فهم فرق كبير مع موريتانيا. عندنا تقريبا نفس الوسائل لكن يلزم التنظيم. نعم. ويلزم الإرادة لولا والتكوين الطاقم الطبي الجزائري ما فهمش إرادة. جاءوا لموريتانيا قاموا بتقييم الوضعية قالوا لنا يمكن أن تعملوا زرع الكلاب في المستشفى هذا. معناها يلزم الإرادة. يعني نحن الوسائل موجودة لكن يلزم فريق يشجع. يلزم فريق يشجع. إحنا كما قلت لك هذه الاتفاقية ستفتح كثير من الأبواب. ستعطي لموريتانيا شو نقوله دائما الإنسان إحنا كأطباء. نعم.
ببداية ما زلنا بداية التخصص لا بد من تقوم بالأستاذ يكون بحذاء كان يبعث فيك روح الثقة. نعم. إحنا الآن كأطباء في موريتانيا كجراح كأخصائيين أمراض كلى الطاقم الطبي الجزائري أعطانا شعركم بالثقة، شعرنا شوية بالثقة في المنظومة الصحية اللي عندنا، المنظومة الصحية اللي في موريتانيا. رجع لك الأمل. رجعنا الأمل. بعد لنا شوية ثقة. بعد أن كان الأمر مستحيل. بروفيسور كان يقول مستحيل في سنوات مضت. كان حلم. والمقابلة اللي عملت التلفزيون مع المستفيدة قالت بالعربية من يشكك في نجاح زرع الكلى في موريتانيا. وأنا اليوم عملت عملية بأيادي طاقم طبي جزائري مع الإخوة الموريتانيين اليوم بسلام. صحيح. قالت هذه الجملة ومن شكك في العملية لأنه كان فيها شوية تشكيك، يعني الناس تتساءل. فهم تشكيك في محدين يقولوا أن مستحيل ولكن لا بد من الإرادة السياسية. هذه إرادة رئيسين جزاهم الله خيرا، يعرفون هذه فئة من المجتمع، فئة من الشعب تعاني. نعم. تعاني 3 أيام إنسان لا قدر الله أصيب بفشل كلوي يمشي للمستشفى 3 مرات الأسبوع لمدة 3 ساعات 4 مرات الأسبوع. نعم. العائلة الكل تتحرك. نعم. إن كان طالب لم يقرأ، صحيح. إن كان عامل لم يقرأ، حتى العائلة فهم إمباكت إيكونوميك، فهم إمباكت إيكونوميك على العائلة. نعم. على العائلة. نعم. يمشوا به للمستشفى. نعم. يرجع للمستشفى مريض، ينجم يتقيأ في الليل، صحيح. هذا برنامج جيد. نعم. في الدنيا وفي الآخرة. نعم صحيح. وبرنامج جيد. لا حبيت نضيف إضافة، واني هذه الإرادة السياسية لأنه نظرت للمشروع بصدق، لأنه يعني الأخصائيين كانوا صادقين في المشروع لأنهم يحسوا بالمعاناة على المرضى نتاعهم لمدة سنوات، وهم كان يعني هناك تسطير. يعني الحاجة المليحة اللي يعني عجبتني أنا في الإخوة الموريتانيين على ذلك، حتى أنا كان لازم 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 نصدق هذا المشروع قبل ما ننتقل أنا والفريق تاعي. كيف تم التصديق؟ لأنه شفنا باللي الإخوة الموريتانيين قبل ما يتصلوا بنا كانوا ديجا داروا يعني خطوات أولى. أول حاجة قاموا بتجهيز القانون. لأنه مسألة الزراعة مش مسألة بسيطة، إنه في أي بلد في العالم 2016 كانوا جهزوا القانون. ثانيا وضعوا مجلس لزراعة الأعضاء والأنسجة 2022 نصبوا الرئيس. نعم. رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية كان بتنصيب رئاسي. إذن كاين هناك يعني خطوات جريئة اللي دفعتنا أنه حتى احنا نصدقوا المشروع في موريتانيا. زيد المستوى الله يبارك نتاع الإخوة الموريتانيين، هما يعملون في موريتانيا لكن عملوا في مستشفيات كبيرة في، نعم. في فرنسا، يعني كانت كل ظروف مهيئة. زيد كي جاوا حضروا أنا قلت لهم مستحسن تبدأوا انتم، أحسن تجيوا لباتنا يعني تشاهدوا بأم عيونكم كيف نعمل، هل عندنا نفس المستوى، هل عندنا نفس الإمكانيات. كي جاوا احنا في باتنا نقوم بعملية زراعة الكلى، وشهدتيها الأخت وهيبة في الاستعجالات الطبية الجراحية منذ 10 سنوات. ولحق الفريق الطبي والجراحي للمستشفى الجراحي دي باتنا يقوم 8 عمليات زراعة في أسبوع. كنا نديره يوم الاثنين عمليتين، يوم الخميس والجمعة والسبت اللي هو عطلة نهاية الأسبوع ديروا 2 2 2، يعني 8 عمليات في 5 أيام. إذن هذا المستوى الحمد لله الحق، وفريق مش عمل إنسان، صحيح. ولا هو فريق كبير وبدعم إداري. هذا أكل باش ما نساوش يعني نضل كل واحد حقه. هذا كي شافوا هما دونك لمسنا فيهم أنهم كي جاوا درسوا كل شيء تنظيم، دونك كي يروحوا لموريتانيا جهزوا رواحهم لاستقبالنا للأوديت كما يقولوا للتدقيق. كي رحنا دققنا لقينا الظروف وال 90% ملائمة. الشيء اللي كان يعني شكينا فيه من ناحية التجهيزات ولا الخيوط المستعملة ولا زدنا أخذنا من الجزائر، يعني أعطتنا لوزارة الصحة الأوتوريزاسيون وأخذنا الشيء اللازم معنا لموريتانيا
لإعطاء أكثر تأمين للعالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عملية. والحمد لله كي لحقنا لقينا ما احتجنا حتى حاجه من الشيء اللي اخذناه، لقينا كلش موجود في موريتانيا وتمت بسلام. شو كان متبقي المشكل بعد العمليه؟ لانه عمليه الزراعه هي التجهيز، عمليه ومتابعه بعد العمليه. اذا التجهيز درناه مع بعضنا، العمليه انتقلنا وجا وقمنا مع بعضنا في باتنا وقمنا له، بقى هالمتابعه. لانه طبعاً. انا يهمني المريض طبعاً. قبل كل شيء. صحيح. المريض هذا شكون راح يتابعه؟ هل يقوم بالتحاليل تاعو؟ هل يشرب الدواء تاعو؟ كي تحدثنا مع الاخ سيدي علي عبد اللطيف، وكانت في هذاك الوقت الوزيره كلها اذان صاغيه، كانت يعني في اي حاجه نطلبوها حاضره في اللحظه، كل مجند في اللحظه. نعم. كلش مجند. انه قاموا بادماج شراكه مع مخبر هنا في الجزائر اللي هو اللي راح يقوم بتصدير الادويه. يعني ضمننا باللي هذا المرضى بعد العمليه راح يواصلوا اخذ الدواء، لانه راح ياخذ الدواء طول حياته. وهذا هو ما كانوا جد اذكياء فيه، لانه هذا احنا خممنا، يعني فكرنا في المرضى اللي زرعنا لهم، وما خموا في كل المرضى الموريتانيين. نعم. انه كاين تواصل لاخذ الدواء من طرف اللي زرعنا لهم وكل الموريتانيين اللي تم زراعتهم خارج موريتانيا. نعم. لان الطب فيه اخلاق
الأخلاقيات. بالنسبة لي الأخلاقيات لازم تضمن ليس فقط يعني العملية ولكن وهذا هو النقطة اللي بغيتنا نلحق لها برك. إحنا المشكل مش كان واللي تحدثت مع عبد اللطيف كأخ ومش مشكل إنه نجي ونديروا عملية وتقولوا باللي درنا عملية وخلاص. لا 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 لازم هو مشروع لازم نواصله عنده هدف على المدى القصير المدى المتوسط والمدى البعيد. درك المدى القصير الحمد لله لحقنا، المدى المتوسط انه في خلال هذا العامين لازم فريق طبي والجراحي يولي مستقل موريتاني. نعم كيف يتم هذا؟ لازم يجيوا الى باتنا لانه عدد العمليات كبير في باتنا. نعم. يعني يعني الـ يعني سرعه انتقال التجربه تكون أسرع لنا في باتنا بين باتنا وموريتانيا. دونك توافقنا على هذا الشيء هذا، وكان يعني امتداد المشروع على سنتين. ومع هذا لازم الأمور الأخرى تمشي بطريقة يعني بنفس الوتيرة اللي هي التحاليل، لأنه اتفقنا أنه يبعث بيولوجيين إلى الجزائر إلى معهد باستور، والحمد لله تلقينا يعني الموافقة أنه يجيوا حتى هما في نفس الوقت يتكونوا هنا في الجزائر. إذن أحطنا بالمشروع من كل الجوانب. نعم. يعني أحطنا بالمشروع. حضور الأساتذة اليوم أيضا من موريتانيا في المشاركة في المؤتمر دليل آخر يعني أنه حاضرين يد بيد لتبادل الخبرات. زيد لك شيء، شيخ الأستاذ عبد اللطيف سيدي علي المعريض كان درجت حرارته البارح 40 درجة، لكن أكد لي أنه راح يجي من موريتانيا وراح يقوم باللقاء هذا ويقول الشيء لازم يتقال. نعم. لأنه هذا المشروع كما قال مشروع يؤخذ وأخذ على محمل من الجد من جميع الأطراف. صحيح، هذا مشروع مش مشروع أمة. نعم سيناشر. مشروع مش أمة وطنية. صحيح. صحيح. وطنية مهمة، هذا مشروع مهم، وهذا قال حسام مهم في خبر إرادة سياسية الهامة في موريتانيا وفي الجزائر. وشنو مع وزيرة الصحة في زمن كنا عدد الخطوات مشات معانا في أي خطوات باش يقدر يحقق هذه خطوات مباركة. والقادم اليوم هل هناك موعد آخر لإجراء عملية؟ بإذن الله صبرنا يعني برنامج، وبإذن الله في نهاية أكتوبر راح ينتقل الفريق الجزائري مرة أخرى إلى نواقشط لإجراء على الأقل هذه المرة 3 إلى 4 عمليات زراعة. والتلفزيون الجزائري إن شاء الله سيكون في الموعد. مرحبا بك دوما. لنفرح سويا بكل ابتسامة على محيا المرضى والمريضات. سعدت كثيرا باستضافتكم اليوم في برنامجي في برنامج شريان الصحة مع البروفيسور اللي أنا أيضا نروح لبيتنا، لأنه نسعى دوما لنكتشف الأفضل والأنجع والذي يأتي بالأحسن للمجتمع. يعني أيضا البروفيسور حسام الدين مغلانت وكل الطاقم قيمة مضافة للجزائر وكل الأمة العربية. شكرا لك بروفيسور على كل ما تقوم به. شكرا لك البروفيسور عبد اللطيف سيدالي. شكرا لك أيضا البروفيسور مختار مبالا. وقال لك الشربة عجبتني لازم تعود هذا. مرحبا بكم. شكرا لكم. شكرا لكل الزملاء والزميلات. تحية أيضا لزينبو نتمنى لها الشفاء العاجل. شكرا نبيلة أمال. نلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء.